وفي هذا الشأن وحول التطورات الميدانية في ريف حلب الجنوبي ينضم إلينا من لندن السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. سيد عبد الرحمن، يعني بداية، القوات الحكومية باتت تسيطر على معظم مناطق ريف حلب الجنوبي، فما أهمية هذه المنطقة استراتيجيا؟ لا، دعيني نقول أن قوات النظام استعادت السيطرة على مناطق فقدتها في قبل نحو 12 يوما بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على نقاط مهمة في طريق حلب وسط سوريا، جنوب سوريا، غرب سوريا. هذا الطريق الاستراتيجي الذي يربط مناطق سيطرة النظام في حلب بوسط وجنوب وغرب سوريا. لذلك نقول أن المقام ما حققته قوات النظام اليوم هو استعادة مناطق كانت قد خسرتها من تنظيم الدولة الإسلامية قبل 12 يوما، وهي يعني تقدم التنظيم في هذه المنطقة عاق تقدم قوات النظام سواء في شرق حلب سواء في جنوب حلب، وركز قوات يعني ركز جهد قوات النظام على تلك المنطقه. لذلك نقول ان ما قاموا به اليوم ليس استراتيجيا، ما قاموا به اليوم وانما استعاده المنطقه. طيب دعنا في الصوره، يعني من هي الفصائل المسلحه التي تتحرك بهذه المنطقه والان عند تراجعها يعني غير تنظيم الدوله، وعند هلا الان استعاده هذه المنطقه، يعني الى اين ستتجه هذه الفصائل المسلحه؟ لا، هناك تنظيم الدولة الإسلامية هو الذي كان سيطر على تلك المنطقة وذهب شرقا، والآن اشتباكات تدور شرق الطريق بينه وبين قوات النظام، ولكن هناك في جنوب حلب وجنوب غرب حلب فصائل مقاتلة وفصائل إسلامية وجبهة النصرة تشتبك مع قوات النظام منذ أسابيع في محاولة من قبل قوات النظام التقدم في تلك المنطقة الاستراتيجية لقوات النظام لإبعاد المقاتلين عن حلب وفصل المقاتلين بين أرياف حلب الجنوبية والغربية. لذلك نقول أن الطائرات الروسية تساعد قوات النظام في هذه المنطقة، وأيضا هناك جبهة أخرى ما بين تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام وهي جبهة مطار كويرس العسكري، محاولات من قبل قوات النظام منذ أكثر من شهر فك الحصار على مطار كويرس العسكري، حتى اللحظة وصلوا إلى أقرب نقطة وهي تبعد نحو 4 كيلومترات عن مطار كويرس العسكري. شكرا جزيلا لك من لندن السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا.